يا باشا ابني وجوزي محبوسين جوه ابنك وجوزك الاخوان روحها مدام اخوان ايه بس هما ما عملوش حاجه انا مفيش يتقبض علينا يا عم ما عملناش حاجه تقبض علينا ان احنا اخوان بالغلط ترازي على جنب مش نخسر عبد لله يتكلم باسم الاخوان اللي في العربيه كلكم تيجوا في ناحيه واحنا في ناحيه عشان نقلل المشاكل بس دي نتكلم معاكم يا اساس Are you with us? لا تبعهم يعني وانت خلاص قفلتوها ان الناس يتبعهم يتبعكم عندنا في المدرسه كنا بنلعب عسكر واخوان واحنا كمان بس احنا عندنا الاخوان كنا بنمسكهم ونعدمهم عندنا اللي بيتمسك من العسكر بيتذبح وانا شعري كده مظبوط شعرك احلى حاجه في الدنيا يا مان